تخيلي انك انت الحين على الهواء فجأة يجيك خبر عاجل لازم تقرينه الحين الحين لازم تقرينه، شو بتسوين؟ ويقولون لك يلا وقفي كلامك و... عاد الخبر على شنو؟ على برنامجنا ولا خبر عاجل؟ اي خبر عاجل عاجل يا بقرة. زين يلا اقري الخبر العاجل. اكا وين اكا هنا اداء تمارين اداء شوف طلع صوت اداء التمارين الصوتية هم بخبر عاجل انا يعني. اعتبره خبر عاجل اقري ما بقول يا انت على الهواء مو مقتنع ما بقوله اوكي فتشزي. اعزائي المستمعين وصلنا لكم اليوم ايضا من جديد في برنامج ليفوتك. ليفوتك برنامج شباب يستقطب بالشباب ليخذون تجربة الضيف المذيع. ايوه وانت على الهواء فجأة تقدر تقدم برنامجك، برنامج إذاعي من إعدادك وتقديمك مدته 5 إلى 7 دقائق. عزيزي المستمع أنت تقدر أيضا تجهز برنامجك، برنامج مدته 5 إلى 7 دقائق وتخوض التجربة وتكون أنت المذيع القادم. حاول أنك تفكر في برنامج جديد، فكرة جديدة، فكرة إبداعية، قدمها على الهواء وخوض التجربة. يقدرون يطرشون واتساب أو رسالة نصية على الرقم 5522-1828 اكتب فيها اسمك وقول أبي أنضم. سهلة صح؟ أعزائي المستمعين اليوم راح نتكلم عن نصايح إذاعية وراح نركز على التمارين الصوتية. حلو، شنو معنات التمارين الصوتية؟ أبو محمد أحس إنه لازم المذيع أو أي حد يبي يتكلم لازم يسوي تمارين الصوت. أعطينا مثال. مثل تمرين الأذن اللي هو يسكر أذونه بيدينا ويتكلم. أي. يسمع صوته الداخلي والصوت الخارجي. إيه لأن إحنا ما ندري يعني شلون صوتنا يطلع. في مرة أول ما سمعتي صوتك وأنتي إيش كانت ردة فعلك عن صوتك؟ تدري إن أنا ما أحب أسمع صوتي ولا أحب أسمع البرنامج. الله يعين المستمعين. أنت تدري والله أنا أكون في السيارة أسمع البرنامج أسكر ما أحب. الحين تعطينهم الطريقة؟ لا اسمعوا برنامجنا بس أنا ما بسمع برنامجي. وليش الواحد ينصدم لما يسمع صوته؟ لأنه ما يتوقع إنه هاي صوته. صوته غير بس سبحان الله في ناس أصواتهم في الصج نفسها في الإذاعة ينعرفون، في ناس لا. أي أنت عشان تتدرب في عدة طرق، أول شيء طبعًا سجل واسمع، وفي طريقة ثانية سهلة، حط يدينك على أذنك مثل ما قلت لكم ولا سكر أذنك شيء بيدك كأنك بتأذن يعني بس سكرها كاملة وتكلم. تسمع صوتك. ايه صح. أي. وعندك حتى التمرين النفس من البطن انا ما اعرف اسوي. أي لأن اخذ دورات وايد وكله يقولون لي تنفسي من بطنك، شلون تنفسي؟ انا بقول لك شلون. الحين احنا افرضي بقول لك ولا يلا استعدي الحين بتبدئين في البرنامج، شو بتسوين؟ اول شيء تاخذين نفس. تاخذي نفس؟ هاي غلط. الواحد لما يتنفس وياخذ النفس من صدره يعني ينفخ صدره، هاي غلط. الواحد ينفخ بطنه، يعني احيانا باخذ هواء في بطني. ايوه يعني لما نفخت بطني ايش صار في الصوت؟ صار افضل. اوكي. يصير يطلع الكلام من الحجاب الحاجز، ما يطلع من 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 ضغطه، يعني لان لما اتنفس من صدري واخذ نفس كبير شيء، شو اللي صار الحين؟ انا ضغطت على الحجاب الحاجز، وضعيه الاستعداد. هل الوضعيه عاده تضيع الشخص، تخفف، تشيل، يعني تخليه متوتر، تخليه مش جاهز، تخليه ما يقدر يتكلم بهدوء، ما يقدر يتكلم براحة، هالمشكلة. فلذلك الواحد يعني يتعلم وياخذ تمارين بطن. بعد أيضا في تمارين صوت. إيه في بعد إنه يدرب نفسه على إنه هو يسمع صوته، يسجل صوته على أساس يشوف إيه على أساس يشوف شنو الحروف اللي الحلوة والحروف اللي مو بحلوة شلون ينطقها. إيه ويعني بعد تكلمنا عن موضوع الفواصل الصوتية، متى الواحد يوقف ومتى الواحد يتكلم. يعني تخيلي الحين وسكت شيء، يعني المستمع يحس إن يبي شيء زيادة، وين الباقي؟ وثاني شيء يتشتت بعد. إيه يتشتت، فأنت لازم تعرف شلون توقف شلون تمشي في كلامك. أعطيك مثال، لو قلت دوري مي فا، ما أنت قاعد تقول في قلبك سولا سي. إيه ليش؟ لأن أنت حاس إن في سلم موسيقي كامل لازم ينقال، يعني في تكملة، عارف إن في تكملة، ما يصير توقف غلط. يعني أعطيكم أمثلة لبعض المذيعين يوقفون غلط، يعني مثلا واحد يتكلم وبعدين يوقف غلط والكلام يستمر، النبرة تتغير، والصوت للحين ما والرسالة للحين ما وصلت. شوفوا طريقة
لامي ما تنفع تقطع تقطع يعني ما ينفع. وفي ناس ممكن يتوترون او ما يعرف شيء بيقول ما كان محضر. بنتكلم عن ويتم طول الوقت هاي مشكلة يفكر شو بيقول ليش هاي ما تنفع ذي يعني انت معناته مو محضر اي صح او انك وايد متوتر لا صح يكون توتر ترى عامل اكثر انه مو متحضر ساعات يكون محضر بس من يشوف الورقة خلاص خلاص ينسوها وتحسه يعني مثلا يقرا مثلا هني هناك نوعين من الصوت الصوت الداخلي اللي أنا كنت شوي متوترة لكن إذا ما كنت متوتر ممكن أن يتكمل. خل نروح على أحلى فقراتنا ضيف المذيع يلا تابعونا. وصلنا لأحلى فقراتنا فقرة الضيف المذيع من ضيفنا اليوم عارفين عليه اليوم الأخت نرمين أشرف طالبة في كلية الإعلام من جامعة قطر. حلو أنا رمين شنو فكرة مشروعك؟ حابة أشكركم جدا محمد وعلاء أنكم كنتوني فرصة زي دي وخلتوني يكون عندي القدرة أن أنا أكون مذيعة في يوم من الأيام. أوكي نرمين يلا احنا جاهزين بنسمع عندك المايك 1 2 3 جو. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا صباحك فكاهة. فكاهة اليوم هي فكاهة مثيرة للجدل يستفيد منها المرور على حسب القول وتكون الضحية هي الزوج، فهل قيادة المرأة للسيارة أصبحت فكاهة؟ أنتظر مشاركتكم وتعليقاتكم على فكاهة اليوم وإرسال رسالة نصية على 95274. طبعا نحن نسمع الشكاوي الكثيرة والمضحكة في نفس الوقت عن قيادة المرأة للسيارة وخاصة من الرجال، حيث أن الخسائر الكبيرة التي تعود عليهم تكون بسبب إصلاح السيارة، فمن الممكن أن هذه الكوارث التي تحدث بسبب قيادة المرأة تكون بسبب اختلاف الطبيعة، بمعنى آخر أن ضعف المرأة يلعب دورا كبيرا في خوفها من ناحية القيادة ولذلك لا تجيد التحكم بالسيارة على عكس الرجل تماما، فالخوف الزائد يولد المشاكل. دعونا نتلقى الرسالة الأولى الموجهة لنا في هذا الصباح من أحمد سمير يقول أرجوكم يجب أن يفهم النساء أن المرآة مصنوعة لرؤية السيارات الخلفية وليست للمكياج. سوف نحاول أحمد توصيل رسالتك. وهناك أيضا رسالة أخرى من أم يوسف تقول أيها الرجال، من الواضح أن أم يوسف سوف تأخذ حقنا جميعا كسيدات وتقوم بالرد على أحمد سمير، فهي تقول أيها الرجال لقد أثبتت الدراسات البريطانية أن قيادة المرأة أحسن وأفضل من قيادة الرجل، فلماذا تتحدثون؟ بالطبع كلامك يا أم يوسف صحيح، لأن المرأة كما ذكرت في البداية دائما تخاف بطبيعتها فلا تسرع مثلا أو تتهور كما يفعل الرجال. ومن الشيق أيضا في هذا الموضوع أن المرأة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر والإنستجرام لوصف حالة الشارع وأخذ الكثير من السيلفي مع الزحمة. حقيقة هناك الكثير من الرسائل في هذه الحلقة، من الواضح أن الجميع لديه تعليقات وآراء وخاصة الرجال. ولدينا مشاركة من مازن يقول إذا أردتن القيادة فعليكن بالصباح فقط. لماذا الصباح فقط يا مازن؟ أنا أنتظر منك رسالة أخرى تتحدث فيها عن سبب هذه النصيحة. ومشاركة أخرى من عبد العزيز يقول أنه يطالب جميع الجهات وبشدة أن يضعوا كاميرات في جميع الشوارع الموجودة في قطر حتى يتبين الحق، فقد أهلكنا من كثرة الفرملة. من الواضح أن عبد العزيز يسير وراء الكثير من السيدات. حقيقة هي قضية شائكة، قيادة المرأة للسيارة أصبحت قضية تهدد المجتمعات، فهناك من يطالبون باستمراريتها تحت بند حقوق المرأة وهناك من يرفضونها رفضا تاما، فهل قيادة المرأة للسيارة مطلب أم مطب؟ أعزائي المستمعين بذلك نكون وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من برنامجنا صباحك فكاهة، وكما قلنا أن موضوع حلقة اليوم كان يتحدث عن قيادة المرأة وبالتقريب كانت أغلبية المشاركات والرسائل من الرجال، ومن الواضح فعلا أن الرجال قوامون على النساء حتى في الردود والتعليقات. أوجه لكم كل التحية مستمعينا الكرام وإلى اللقاء غدا مع فكاهة جديدة وحلقة جديدة من صباحك فكاهة. كانت معكم نرمين الطحاوي من وراء الميكروفون ومن وراء المكسر إيهاب الشيخ. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما
شاء الله حلوة الفكرة ها. البرنامج حلو ضحك وبعدين سواقة المرأة يعني موضوع حلو. ما أدري شنو الحلقات الجاية بتكون بيكون شيء شكله لو هي ذكرى دراسات فكاهية يعني لو جايبة بعد إحصائيات وحركات ما أدري نرمين أبيك تقولين لنا شلون يعني عطينا رأيك في البرنامج أو في التجربة. أنا اسم البرنامج بتاعي صباحك فكاهة وبعمل البرنامج ده فكرت في فكرته لأنه بحس بصراحة أنه الواحد أول ما يصحى من النوم أو أول ما ينزل العربية ويكون سايق الصبح لازم يسمع حاجة تكون مفرحة ومبهجة لي على أساس أنه هو يكون عنده القابلية أنه هو يشتغل أو يعمل أي حاجة هو مطالب بيها. إنزين نرمين يلا أحينا بمنك شيء قبل أن نخلص الحلقة أو قبل أن نختم فقرتك أبيش تقدمين لنا إعلان حق البرنامج برنامج لا يفوتك في 10 ثواني عندك. والله برنامج لا يفوتك من أفضل البرامج اللي أنا بسمعها لأنه في تشويق وفي فقرات مختلفة جدا عن بقية البرامج. أعزائي المستمعين كالعادة وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم أو لنهاية برنامجنا اليوم. طبعا تكلمنا عن نصائح إذاعية وعن تمارين الصوت وكانت معانا الضيف المذيع طالبة من كلية الإعلام نرمين وكان برنامجها وايد حلو. طبعا أعزائي المستمعين اللي حاب يخوض التجربة ممكن أنه يبعث مسج على الواتساب أو رسالة نصية على الرقم 5522188 أو تعطونا تعليقاتكم وأراءكم على هاشتاج ليفوتك أو @QFRadio على تويتر. وانت بامكانك انك تكون ايضا المضيف المضيف الضيع المضيف الضيع انت بامكانك ايضا انك تكون الضيف المذيع في الحلقه القادمه. كل اللي عليك تسويه انك ترسل المسج على الرقم اللي قلنا لكم اياه من شوي. تعال جيب فكره من اعدادك وتقديمك فكره جديده واطلع الهواء وخوض التجربه. كان معاكم من خلف المايك محمد الجفيري ولا احمد واكيد من الكنترول ايهاب الشيخ. الى اللقاء.